السلام عليكم متابعين جديدة أشواق على أوفياء، مرحبا بكم في هذا البث المباشر. فاليوم مباشرة من أمام قبة البرلمان بمدينة الرباط، أو بالأحرى عاصمة الرباط. فهذه وقفة للمناضلين فكيف ما كتشوفوا متابعينا الأوفياء، هذه وقفة للطلبة خريجي المعهد وممرضي
فكيف ما كتشوفوا متابعينا. فهذه حقيقة صديق اللي كتب تعليق، حنا كنشوفوا اليوم هاد الشباب او هاد الطلبة اللي كينشدوا باش انهم يلقاو الوظيفة. راه كاينين الشباب اللي ما خرجيش باش انهم يديروا احتجاجات لانهم كما كنخرجوا 15 عام هذه.
واش هاد القصه ما باغاش تسالي؟ واش الممرض في هاد البلاد كتب له ان يحتج الى ما لا نهايه؟ العالم كامل يعتبر هاد الممرضين وتقنيه الصحه هي ثروه بيضاء وجيشا ابيضا، ولعل الجائحه ابرز مثال على الدور الجوهري والاساسي ديال هذه الفئه هذه. علاش يا رئيس الحكومه وعلاش يا وزير الصحه مصرين انكم تفرضوا علينا واقع اللي خلينا نخرجوا هاد الخرج هذا دو هاد الاحتجاجات باش ما تتواجهوا مع ناس بحالنا بحالهم؟ نؤمن مستشفياتهم ويؤمننا شوارعنا وكنجيو نتواجهوا هنا. واش ما كاينش في الحكومة وفي وزارة الصحة عقلاء اللي خلاو الملف المطلبي ديال هاد الفئة هادي تحقق؟ مطالب بسيطة، مطالب بسيطة جدا نحتجوا عليها سنوات وسنوات. واش ما كاينش في هاد الحكومة هادي اللي عيانة في الشعارات ديالها؟ كل نهار كتخز علينا بشعار، كل نهار كتخز علينا بشعار، وكل نهار كتخز علينا بوسطات، وكل نهار كتخرج علينا تصور وبرؤية، ولكن ما هي إلا فشل إلى فشل إلى فشل، والدليل ها هو قدامكم. آلاف طلبة ممرضين ما لقاوش فين يستاجيو، آلاف ديال الطلبة الممرضين اليوم في المعاهد العليا اللي معاها التمريض وتقنية الصحة ما كيلقاوش فين يدوزوا التدريب ديالهم. علاش؟ لأنه أصبحت المستشفيات العمومية مردعا لكل من هب وجد. غادي عندي جوج دريال كيحل الكراج وكيقول لي كنقري برامليا وكيجيب لينا صحافي ديال الناس اللي تبعت ليهم ثم ما عرفتهاش بقى في الحياة، وكيعتبروا خصها باش شكون يبقى يدعم هذا الواقع ديالنا. فريق فريق هذا واقعنا وهذا قدرنا. هاد البلاد فين هاد الحكومات هادي اللي كتعاقب وما كتقدم حتى شي حاجه؟ الميزانيات الملايير والصحه في تراجع وتراجع مهول وخطير. وزير الصحه ايام الجائحه خرج علينا وقال ان ما قبل كورونا بعد كورونا ما غاديش يكون كما قبل كورونا، وفعلا صدق. في الحوار الاجتماعي الاخير 24 فبراير 2022 استفادت جميع الفئات الا الممرضين باقصاء اقصاء العمود الفقري ديال المنظومه، اقصاء الالاف اللي وقفوا وقفه رجل واحد دفاعا عن الامن الصحي للوطن في الوقت اللي كان ممكن انهم يقووا البلاد ويمشيو، ولكن لا. واش المغاربه ما كيستحقوش ولادهم يداروهم؟ واش المغاربه ما كيستحقوش الكفاءات ديالهم تبقى عندهم؟ واش القدر ديال المغاربه انهم يقريو ولادهم وتصرف منهم بلاد اخرى؟ اعلام التواصل هي اللي مكلفه انهم يعطيو التصريح. الى متى سيستمروا هذا؟ كنا اليوم كنحتجوا صافي. كاينين اللي عندهم ديباج، كاينين عندهم ديباج فيها لجنه الحوار مكلفين انهم يعطيو التصريح. بغينا نخلي قبل في المطلبي لانه علاش من خلال المئات المطلبي غادي تكمل الهجره؟ كندا كتجرب الالاف، المانيا كتجرب الالاف، فرنسا بريطانيا كل الدول كتجرب الممرضين الرغايب بالالاف. راينا بقيناش كاهل واحد السنين ما غاديش غير هنا غادي تحول المغاربه في الايام. السوريين ولا غنعطيك؟ تكلم معاك.
حمزة بسام منسق وطني التنسيقية الوطنية للطلبة والخريجين الممرضين. حنا اليوم هنا كطلبة وكخريجين وكممرضين كنجسدوا هذا الإنزال الوطني هذا من أجل أن نوصل صوتنا للحكومة بصفة عامة وكذلك الوزارة التي ننطوي تحتها هي وزارة الصحة، من أجل أن نقول أننا رافضين رفضا تاما لجميع أشكال التعاقد بالقطاع التي تحاول وزارة الصحة في القوانين والبنود والمراسم الأخيرة التي خرجت أن تطبقها في القطاع، رغم فشل هذا النظام في قطاع التعليم الذي يعتبر هو الآخر قطاع حيوي ويناضل 100,000 أستاذ ضد ذلك النظام. كذلك نحن هنا من أجل أن نقول أن هناك طلبة بالآلاف، هم طلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنية الصحة، يقومون بالتداريب في المصالح الاستشفائية لوزارة الصحة. هؤلاء الطلبة يقومون في نفس الوقت بسد الخصاص الذي يقدر ب 65,000 ممرض وتقنية الصحة. هؤلاء الطلبة لا يتلقون أي تعويض عن التدريب التي يقومون بها على غرار باقي الفئات الذين يتواجدون معنا في نفس القطاع. كذلك من أجل أن نقول أننا اليوم في ظل التضخم الذي يعيشه البلاد وفي ظل الأزمة التي نشهدها، فإننا نطالب بالرفع من الأجر الثابت للممرض ليصل إلى 8,000 درهم صافية، وهو الشيء الذي يستحقه، بحيث أننا نرى أن هناك ممرض يقوم بعمل 3 إلى 4 ممرضين، في حين أن هناك لا يوجد أي إنصاف في التعويض على الأخطار المهنية التي يتقاضاها أو في الأجرة التي يتلقاها أيضا. بالنسبة لنا احنا كتنسيقية وطنية فهذا ماشي أول خروج كان لنا سنة 2007، إذا من 2007 نحن حاليا في سنة 2022، لكم أن تتخيلوا عدد الوقفات التي قمنا بها، حققنا ما حققناه ولنا مطالب أخرى لم نحققها بعد، وسنظل صامدين في الميدان إلى أن نحققها إن شاء الله. حاليا لا يوجد أي رد، لكن في حالة أنه لم يكن رد على الورق وعلى تلك القوانين اللي خرجنا ضدها، فأكيد أنه سيكون خطوات تصعيدية أكثر تصعيدا من الإنزال التي ترونه الآن. وكما أريد أن أضيف أيضا أنه تم قمع المسيرة التي شكلناها اليوم، بحيث أننا كنا منظمين مسيرة في اتجاه وزارة الصحة إلى أنه تم قمعها من طرف القوات الأمنية. اليوم كتنسيقية وطنية لطلبة خريجي ممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنية الصحة تم تجسيد إنزال وطني أمام البرلمان، أقل ما يمكن القول عليها أنها بنود العبودية، وكذلك محيل مخطط تعاقد في قطاع الصحة. نحن كتنسيقية وطنية للمرة الألف نؤكد أننا نرفض رفضا كليا وقاطعا تنزيل مخطط تعاقد في قطاع الصحة. وكما يعرف الجميع فشل هذا المخطط في قطاع التعليم وضربه للاستقرار المهني للموظفين. زيد إلى ذلك كتنسيقية وطنية نناضل على ملف مطلبي عادل ومشروع يتكون من المطالب على رأسها الرفض التام لجميع أشكال التعاقد، التعويض عن التدريب الاستشفائية بالنسبة للطلبة، الإنصاف التعويض على الأخطار المهنية بالنسبة للمزاولين، إخراج الهيئة الوطنية للممرضين وتقنية الصحة، إخراج مصنف الكفاءات، إخراج الماسط المتخصص، وشكرا. هذه القوانين من أهم التعاقد مباشرة بعد إخراجها من الوظيفة العمومية بسنتين فارقتين من طرف وزارة الصحة. تم إخراج الممرض المغربي أو قطاع الصحة من الوظيفة العمومية، وحاليا تقوم وزارة الصحة بإنشاء وظيفة صحية خاصة. هذه الوظيفة الصحية حاليا تمت مصادقة على قوانينها بمجلس المستشارين أو مجلس التشريع بقبة البرلمان، لهذا قمنا بتجسيد شكل نضالي راقي أمام البرلمان تعبيرا منا عن استنكارنا وتعبيرا منا عن سخطنا عن الوعود التي لم تفي بها وزارة الصحة ولا الحكومة في السيد رئيس الحكومة السيد عزيز أخرنوش، حيث وعد برفع من أجر ممرضين وهو ما نطالب به، برفع من الأجر الثابت أولا قبل الرفع من الأجر المتغير. هذا الرفع إن لم يتم في القريب العاجل كما وعدت الحكومة ووعدت الوزارة سوف يكون هناك تصعيد لا تحمل عقبة، تحمل الوزارة المسؤولة كاملة في هذا الشكل، منها مطالب أخرى كما هي تصعيد الوطنية، رفض إدماج الخواص، رفض التعاقد، التعويض عن التدريب الاستشفائية بالنسبة للطلبة الممرضين حيث أنهم يحملون بشكل خصاص مهول في المستشفيات العمومية، كذا نطالب الوزارة بالتدخل
ناجح لسحب صفات بين قوسين لكل تنمية متخصصة لا ينتمي إلى المدارس المتعلمة على الدولة لكي لا تتم مهانة 180 أو 180 أكثر من مهانة مهانة فهذا ما رفض يومين وهو كذلك مرض صحب المواطن المغربي على مدرسة المغربي الذين نحتسب المحققة إذا كانت قد يمضى لك غادي في تصبح الاعتقالات نحن مستعدون لها وإن كنتم ستعتقلون أحدا ألتمس منكم أن أكون من تعتقلونه. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.